مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، اليوم حلقتنا على تقنية تحضير الأرض وتوجد الخطوط واختيار الزريعة وكميات وطرق الزرع. والفلاحة ديال الجلبانة كتبغي الأرض تكون خفيفة ورطبة وتكون تربة متجانسة وغارقة وتسمح للمحصول يتغذى بشكل صحيح على الماء والانجري. الجلبانة عندها جذور متفرعة وقوية وكتعطي التلال اللي مختص في تكوين مادة الأزوت من الهواء وقادرة باش توصل 90 سنتيمتر، وكل ما كانوا فيها المواد العضوية كثيرة ومليئة كل ما كان حسن، وخاصة تفاداو الأرض اللي كتكون ثقيلة واللي ما كتخليش الجذور يكبروا. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فخص نختار النوع والصنف ديال الجلبانة اللي ولمنا، فكينا منها البكرية والموسمية والمازوزية على حسب مناطق والهدف من الإنتاج، واش خضارية ولا الزريعة أو الاستعمالات أخرى. وكتجنى على 90 حتى 110 يوم، وكينا اللي كتعطي الحب غليظ وكتوصل ما بين 120 حتى 140 يوم باش تجنى. وطبيعة الحال قبل ما نزرعوا الجلبانة خاص البلاد تحرث حرثة متوسطة ما بين 20 حتى 30 سنتيمتر باش نقلبوا الأرض ونهويوها مزيان وندفنوا الخش ديال الربيع والفلاحة اللي سبقات. قبل ما تزرع لازم تدوز تدويزة أخرى بالكوفير ولا بروط في تطور باش تهرس الطوب وتنيل التراب وباش تلقى الزريعة في تنبت وتكبر وتطلق جذورها. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ملي كتوصل لمرحلة الزرع ديال الجلبانة خاصك تكون موجد الخطوط باش تزرع وتختار الكمية المناسبة على حساب الصنف. فبين الخطوط كنخليهم من 12.5 إلى 15 سنتيمتر على حساب الريكلاج ديال المعدات ديال تحيا الربيع، ويمكن يوصل بين 25 و 35 سنتيمتر إلى بغينا نستعملوا البينوز. وبالنسبة لعملية الزرع من الممكن نستعملوا سموار تقليدي ديال الحبوب، ولكن من الأفضل نزرعوا بسموار مدقق واللي كينزل حبة حبة على الخط واللي كيتحكم في الغرق. وهنا لازم الغرق يكون بين 4 و 5 سنتيمتر، ويمكن ننزل كذلك الانجري ديال تسبق الأرض في المكان المناسب تحت الزريعة. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لازم نحترموا الدورة الزراعية باش نتفادوا العديد من المشاكل وخاصة منها المرتبطة بالأمراض والحشرات والأعشاب الضارة. وكينصحوا المختصين بزراعة الجلبانة في نفس الضيعة 3 مرات في كل 10 سنوات، وإلا في الغلة تبدأ في النقص خاصة بالإصابة بالهالوك، والخطر يمكن يوصل باش نتخلوا على زراعة الجلبانة في البلاد. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.